بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي في مدارس دار الثقافة، يسعدنا أن نقدم لكم الدرس الخامس من دروس مادة الفقه. عنوان الدرس التشهد الأول والأخير. تذكر عزيزي ما تفعله في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة، طبعا نقرأ سورة قصيرة أو بعض الآيات من السور الطويلة، نركع نقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات، ثم نرفع من الركوع قائلين سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ثم نسجد قائلين في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات، نرفع جالسين بين السجدتين ونقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي مرتين، نسجد ثانية ونقول في السجود الذي قلناه في سجودنا الأول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، نرفع من السجود جالسين للتشهد الأول. إليك عزيزي صفة التشهد الأول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد قراءة التشهد الأول أقوم للركعة الثالثة، أفعل في الركعة في بقية صلاتي ما فعلته في الركعتين السابقتين، لكن أقتصر على قراءة الفاتحة في كل في بقية صلاتي، سواء كانت صلاة مغرب في الركعة الثالثة أو في الركعة الثالثة والرابعة في بقية الصلوات، وأقرأ التشهد الأخير وأصلي على النبي وأدعو بما ورد في التشهد كاملا. وهذه صفة التشهد الأخير: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أسلم على يميني قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساري قائلا السلام عليكم ورحمة الله. عزيزي تذكر أوصيك، لا تنسى أن تحافظ على الصلاة جماعة، طبق صلاة كما تعلمتها، احفظ التشهدين الأول والأخير. نهاية درسنا لهذا اليوم، نذكركم بحل الواجب الصفحة 39 ودمتم بخير سالمين.